إذا اندفاع موفق سيداتي أنساتي سادتي أما تشاهدون وتتابعون ميدان الملك عبد العزيز هنا في الجنادريه في العاصمه الرياض، اندفاع سليمه لعاشر اشواط هذه الامسيه. الحصن المبتدئ الامهار عمر السنتين تتنافس على مسافه الميل، مسافه الالف و600 متر، 12 اسما يتقدمهم هنا مستهيش بشعار اسطبل زينت، فيما بشير العنايه في ثاني المراتب مبتجح في المرتبه الرابعه بندار كذلك يظهر، وايضا من المسار الخارجي هنالك يظهر اخو ساره مع خالد الميموني. رباعي في المقدمة يتقدمهم مستهيش، ليث الحمى ينتظر كاميل سبين أن يعطيه الإشارة، فيما بشير العناية ينتظر كذلك هنا لكيف أعطى الإشارة هنا إيدي كاسترو من المسار الخارجي من خلفهم بندار هنا أعطى الإشارة عادل فريدي، لكن مستهيش في أولى المراتب في المنعطف الأول في هذا الشوط. هنا بدأت الإشارات من قبل خيالة في تسجيل هذا الانتصار، الانتصار الأول في عمر السنتين، أمهار الحاضر أبطال المستقبل، بندار قادم، مستهيش من المسار الداخلي، أخو سارة الأزرق لا زال يحافظ. هنا بدأ المنعطف الأخير، التو فورلينج الفاصلة، أمهار السنتين، أمهار الحاضر، يتقدمهم مستهيش بشعار اسطبل زينت مع نايف العنزي، وسع الفارق. هنا الأمتار المهمة، بندر قادم، رعد الوصيل من المسار الخارجي، ولكن نايف العنزي مع ابن مستري مستهيش هنا قادم بالفعل، وسع الفارق نظرة إلى الوراء، ولكن هذا الانتصار واير تو واير من البداية وحتى النهاية. مستهيش ويلكم لأولى انتصاراتك، أهلا بك في أول انتصار. تحضير أكثر من رائع من قبل المدرب بندر حمدان، شاهدناه في أول مشاركة حل في المرتبة السادسة من ثم حل في المرتبة الرابعة، هدف في هذا المساء لكي يسجل هذا الانتصار وأداء